الأكلة المصرية الشهيرة اللي مفيش بيت بيخلو منها، وخصوصا العرسان. المقادير بتاعتنا: عندي صدور فراخ بس تخينة شوية، مش واخدة سمك البانيه عشان ما تنشفش مني في الزيت، أدخل من البانيه سنة. التتبيلة الأساسية بتاعتها: كوباية مية بصل وكوباية لبن وعصير ليمون وملح وفلفل وتوم بودر وبصل بودر، بس كده. دي التتبيلة الأساسية بتاعت الصدور نفسها. بعد كده الطبقة بقى المقرمشة اللي هعملها عبارة عن كوباية ونص دقيق، وهحط عليهم نص كوباية نشا، ومعايا بقسماط خشن أو الخلطة المقرمشة اللي عند العطار اللي بتتباع السايبة، يعني مش موجودة عندك تقدري تشيليها وتحطي بقسماط مفيش مشكلة. ملح وفلفل وبرده توم بودر وبصل بودر وكاري وكركم والمية الساقعة المثلجة وزيت غزير للقلي، بس مش أكتر من كده. ادي كوباية مية بصل، حلو الكلام، وادي كوباية لبن. دي كده السوائل بتاعتنا. لسه فاضل في السوائل عصرة ليمونة، يعني عارفين نص ليمونة بس اهي، نص ليمونة كده روح عصرها. دي كده كمية السوائل اللي عندي موجودة في المقادير. احط بقى بعد كده التوابل، سهلة وبسيطة جدا. دي التوابل التتبيلة الاساسية، اربع حاجات مفيش غيرهم. ادي فلفل اسود، وادي ملح بالشكل ده، وادي توم بودر وبصل بودر، الاتنين كده مع بعض بس، واقلب. خلصت التتبيله، مفيش اسهل من كده في الدنيا اكتر من كده. واروح منزله البانيه في التتبيله بتاعتي. ان انا حطيت البانيه في التتبيله الاساسيه بتاعته اللي انا بتبل اللحمه نفسها بتاعه البانيه. خلاص كده اللبن بقى على قد ما بيديني طعم حلو جدا، على قد ما بيخلي ريحه البانيه حلوه قوي قوي، وفي نفس الوقت بيدي طعم مميز للبانيه بتاعنا النهارده. طبقه البانيه، ادي دقيق كوبايه ونص، وهحط عليهم نص كوبايه نشا مهمه جدا كده، وبعد كده هروح متبله. التتبيله قريبه جدا جدا من التتبيله الاساسيه، لكن هزود عليها كاري وكركم. ادي ملح، طبعا هنا ملح وهنا ملح فخلي بالك. ادي فلفل اسود، وكمان توم بودر بسم الله، وبصل بودر، وزي ما قلت لكم الكاري والكركم عشان يدوا اللون الذهبي الحلو للبانيه بتاعنا. والكاري حلو جدا مع الفراخ، قلت لكم الكلام ده قبل كده وبنقوله تاني، الكاري بيدي طعم رائع للفراخ في اي حاجه، شوي بقى، صينيه في الفرن، اي تتبيله للفراخ حطي فيها الكاري وانت مغمضه. وبعد كده نروح مقلبين كله كده مقرمشه. البقسماط بقى هو اللي هيبقى لوحده، سواء بقسماط مطحون عادي او الخلطه المقرمشه اللي بتتباع عند العطار دي، طبعا اغلبيتكم عارفينها دي كده. وادي كمان طبقه الدقيق بالنشا بالتوابل، جهزوا معايا اهو يا جماعه بالشكل ده، والميه الساقعه كمان معايا. ونشوف بقى دلوقتي هنشتغل ازاي. حته بانيه من التتبيله الاساسيه بالشكل ده بسم الله، واحطها كده في الدقيق المتبل كده، واغطيها بالشكل ده. وبعدين وانا بشيلها لازم اديها نفضه، يعني ما ينفعش اكبسها كده واسيبها، اشيلها كده واروح منفضاها كده. وبعدين هنزلها في الميه الساقعه ام تلج اللي هي البطل بتاعنا النهارده، وارجع في الدقيق تاني كده بالشكل ده اهو. وبعدين انفضها، ماشي. ابتدت تعمل لي ايه؟ تعمل لي حرافيش كده على طبقه البانيه. وبعدين هنزل في الميه الساقعه، وبعدين على البقسماط المقرمش. بس يا ستي وخلصت الشغلانه. هنا بقى ظبطي كده، خلي طبقه القرمشه دي تثبت عليها، وانفضيها كده بالشكل ده اهي، شايفين ازاي؟ بس ادي طبقه البانيه بتاعتنا المقرمشه اهي. وناخدها بقى كده دلوقتي على الزيت على طول زي ما هي بالشكل ده. يلا بينا، بسم الله. يا رب بس الزيت يكون سخن، يعني ماشي الحال. هيسخن دلوقتي تاني من التتبيله اللي فيها ميه البصل واللبن على الدقيق، واديها نفضه. وبعدين في الميه الساقعه، ومن الميه الساقعه على الدقيق تاني. خليكم فاكرين بقى كده مرتين دقيق، مش عايزه دقيق تاني. وبعدين من الميه الساقعه
على البقسماط بمشيها كده على طول، وانا واقفه كده اوام اوام الدنيا بقت زي الفل. عملت احلى وجبه النهارده مقرمشه. اول تقليبه بقلب بالشوكه، ما بجيبش الكبشه بتاعت الزيت عشان الطبقه ما تقعش، بالشوكه كده وبمشي معاها من الحروف. خلاص استوت وبقت زي الفل، هاجي اشيلها بقى بالكبشه. يبقى في الاول خالص بسم الله الشوكه بقلب بيها، وبعد كده لما اجي اطلعها من الزيت يبقى الكبشه. طبق يا جماعه طلع معانا، بظبطه كده شايفين اللون عامل ازاي، ومستويه من جوه وزي العسل. خلاويص زي العسل.